معز النفوس حياة هذه العروس في فيان حبيب إيسوس. في 21 يناير ولدت بجمال باهر طفلة نقية عفيفة لحراستها الرب ساهر. الرب عرف تقواها وصلاتها منذ صباها صرخت له فنجاها وفرح كل من رآها. اخترت صليب الألم من قلب طاهر لا ينام فأعطاك الله احتمال حفظك كل الأيام. تشبهت بالأمريني وقلت يا قدرة ساعديني في ألمي وسنديني أسألك اذكريني. حياتي كنت مثال للطاعة والامتثال في الكنيسة والمدرسة والبيت زي في رحلة لسه ما خدتها بعيدا عن أرض الشور. رأت كل من ذكرها في صلاته وابتكرها كل الأقارب والأصحاب كانوا ظاهرين قدامها. والدها كان لها صديق يخفف عنها الضيق بمحبة وقلب رقيق حتى نهاية الطريق. والدتها كانت لها قدوة في المحبة والخدمة في كنيسة العذراء الطاهرة تعلمت منها الحكمة. كانت دائمة السؤال عن الصليب في كل حال كيف يكون الاحتمال في أصعب الأحوال. طلبت من رب القدس يسوع بإخريستوس صليب أعظم النفوس فعطى مرض الفردوس. أحلى ملك في شكر كبير ألم المرض الخطير قال لإلهي سفير مشتاق للسما أطير. دايما كانت الابتسامة على وجهها علامة مهما كانت الحالة هي راضية وفرحانة. صلى أبونا الكاهن على رأسها الطاهر عمل لها ميطانية وقال الله في حياتها ظاهر. وباقي يا بيبيان هاتنت لي يسوع قلبي تجلي عظم أمانتي الرب حفظ جسدي. عشتي يا بيبيان محبوبة والعريسك مخطوبة ليسوع قدمتي جسدك فحفظوا لنا بعجوبة. أحببت الرب يسوع وقلت لا رضا على السما طريق فمسح كل دموع. حياتك لينا مثال في الصبر والاحتمال مهما كانت الصعاب بتقول الرب.